قبل ما نبدأ الفيديو حابه اعرفكم ان ده ملخص المسلسل كله، وانا كنت عامله للمسلسل جزء اول وتاني، فلو انتوا اتفرجتوا عليهم هتلاقيني سايبه لكم في صندوق الوصف الجزء الثالث بيبدا من اول فين، فابداوا من عنده. حابه اعرفكم ان لو الفيديو ده وصل ل 15000 لايك على اخر الاسبوع هنزل لكم الجزء الثاني من مسلسل اقتراح عمل. وبس كده، ويلا بينا نبدا الفيديو. البطل ممثل مشهور وشهرته عدت كل الحدود، ملك في الرومانسية والدراما والأكشن، ده غير طبعا ان هو وسيم وكاريزمته عالية وموقع كل ستات كوريا في حبه، الا البطلة هي الوحيدة اللي بتكرهه ومش بتطيقه، وهو كمان مش بيطيقها، وهما الاتنين بيكونوا عاملين شبه توم وجيري ودايما بيتخانقوا مع بعض. فيا ترى ايه السبب اللي خلاهم يكرهوا بعض، وهل ممكن الكره ده يتحول لحب؟ ده اللي احنا هنعرفه في الملخص بتاعنا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. قصتنا بتبدأ مع هان بيول، مديرة العلاقات العامة في شركة ستار فورس، وهان بيول دي بتشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، وبتكون مهمتها ان هي تتخلص من الشائعات اللي بتطلع على الممثلين، وحرفيا حياتها كلها بتكون عبارة عن شغل، وده اللي مبوظ علاقاتها العاطفية. يعني مثلا هي دلوقتي خارجة في موعد مدبر مع واحد، بس للأسف الموعد ده بيبوظ لان في صحفي بيكلمها وبيقولها ان هو عرف فضيحة تخص ممثل في شركتها، فهي بتطلب منه ان هو يداري على الموضوع لان هي مش فاضية دلوقتي، بس هو برضو بينشر الخبر، فبتضطر تسيب الراجل اللي معاها وبتتصل بكل الصحافة وبتأكد لهم ان الخبر اللي انتشر ده مش حقيقي وان هو فيك. وبعد اما بتخلص بتبقى عايزة تولع في الممثل لان بسببه الراجل اللي كان معاها في الموعد مش هيعبرها تاني. وتاني يوم هان بيول بتقابل صاحبتها الصحفية، واللي بتكون نسخة طبق الاصل منها، بتشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، بس الفرق الوحيد ما بينهم ان الصحفية دي منطلقة وعايشة حياتها العاطفية وبتخرج في مواعيد مدبرة، ولما بتسيب واحد بتلاقي التاني على طول، ما شاء الله عليه حظها ضرب نار. وبنتعرف على البطل واللي بيكون اسمه تاي سونج، وهو ممثل كوري مشهور، بس هو بقاله سنة موجود في افريقيا علشان يساعد الناس اللي هناك، وفعلا قدر يساعدهم وحفر لهم بيرين مية لحد دلوقتي، وكمان بيجيب لهم اكل ولبس من كوريا، وبكده بيقدر يرسم الابتسامة على وشوش الاطفال اللي هناك، ومن ضمنهم طفل صغير اسمه لوكا بيكون مقرب جدا من تاي، وتاي بيجيب له جزمة وبيطلب منه ان هو ما يلحقهاش تاني. وبنرجع لكوريا وبنلاقي هان بيول بتكره تاي كره العمى لدرجة ان هي مش طايقة تشوف البوسترات بتاعته، وده عشان في اليوم اللي تاي سافر فيه قال لهان بيول ان هو هيرجع لها وهينتقم منها، وخلاص فاضل شهر على رجوع تاي، فهان بيول حرفيا مش بتبقى طايقة نفسها ولا طايقة هو كمان، فبتقرر تستمتع بالشهر الاخير ده بعيد عنه وعن مشاكله، بس هو بيقرفها وبيعمل مشاكل في افريقيا، وبيدي متطوع كان بيلعب معاه حتة روسية كانت هتدمر له دماغه. فهان بيول بتقول لزميلاتها ان تاي مستحيل يعمل كده، وبتقنعهم ان هما يكلموا كل الصحفيين وبيقدروا ان هما يداروا على الموضوع. والمفاجأة بقى ان هان بيول كانت عارفة ان تاي ضرب الراجل بالقصد، بس برضه دارت عليه، فتاي بيكافئها وبيسافر لكوريا بدري، واول واحدة بيروح لها هي هان بيول، وتاي بيقول لها واضح ان انتي كنتي مبسوطة في غيابي، بس خلاص انا وصلت وهنكد عليك. فهان بيول بتبقى مش طايقة نفسها وبتبقى عايزة تشد في شعرها لانه اكيد هيعرفها في الشغل، لا وكمان بدا يطلع لها في الاحلام، فهان بيقول بيجي لها ارق وما بتعرفش تنام. وتاني يوم بتلاقيه قاعد عندها في المكتب وبيزعق لها عشان اتاخرت 28 ثانيه بحالهم، لا وكمان بيفضل يقرفها ومش بيخليها تعرف تشتغل، وبيفضل ماشي وراها وبيحضر معاها الاجتماعات بتاعتها، حتى كوبايه القهوه مش بيهنيها عليها وبياخدها منها. فهان بيقول بتبقى هتولع من الغيظ، ولما بتيجي تروح الحمام بتقول له ايه هتروح معايا الحمام كمان، فهو بيقولها لا طبعا وبيسيبها تروح الحمام لوحدها. فهان بيقول بتفضل متعصبه وبتتعصب اكتر لما موظفه من فريقها بتبعت تقرير غلط للصحافه، فهان بيقول بتفضل تتصل بكل صحفيين وبتقدر ان هي تصلح الموضوع، والموظفه اللي غلطت بتعتذر لهان بيقول، وهان بيقول كانت لسه هتشتمها، فتاي بيتدخل وكان لسه هيقول على فضيحه هان بيقول عملتها قبل كده، بس هان بيقول وقفته على اخر لحظه وخدته وطلعوا على السطح، وبيفضل الموظفين ينموا على تاي وهان بيقول، وبيكونوا مستغربين من العلاقه اللي ما بينهم، وبيبقوا محتارين هل تاي بيوعد هان بيقول ولا بيتنمر عليها، وبرده بيبقوا عايزين يعرفوا تاي كان هيقول ايه قبل ما هان بيقول وقفته. فمن حسن حظهم ان هم بيلاقوا موظف نمام زيهم كان بيشتغل في الشركه من 6 سنين، والموظف بيحكي لهم ان هان بيقول كانت بتكتب تقرير عن تاي، بس بالغلط كتبت عنه ان هو مخنث وعنده ضعف جنسي، فتاي بيتعصب وبيفضل يجري وراها في الشركه كلها، وهي بتهرب منه وبتخش الحمام، بس على مين بيفضل وراها ومش بيرضى يسيبها لحد ما بتطلع بره، وتاي بيقول لها مش
انتي قلتي ان انا عندي ضعف، انا بقى هثبت لك ان انا ما عنديش ضعف. وكان لسه بيقلع البنطلون من هنا بس الموظفين اتدخلوا على اخر لحظه ولحقوه، والموظف بيقول لهم ان تي حصل له اضطراب ما بعد الصدمه، وانه من ساعه الموقف ده وهو بيتنمر على هام بيول وبينفخها. وبيقرر تي ان هو يرجع لحياته الفنيه، وسونج صاحب تي بيعين له مدير اعمال جديد علشان يوصله ويهتم بيه. ومدير اعمال تي ده بيكون شخص متفائل ودايما بيبتسم، فهام بيول والناس اللي معاه في الشغل سموه سمايل بوي. وبتضطر هام بيول ان هي تشتغل مع تي، وبتعرض عليه ان هو يشتغل مع كاتبه مشهوره، بس هو بيرفض وبيقول لها انا حاسس ان انت مقروفه وانت بتتكلمي. فهام بيول بتقول له الدور اللي انت بترفضه ده غيرك هيموت وياخده. فتي بيقول لها ما يفرقش معايا خليهم ياخدوه. وبيكونوا الاثنين اللي هيموتوا على الدور هو النمام، لان هو عايز ياخده للممثل اللي بيشتغل معاه، وصاحبه هام بيول هي كمان عايزه تاخده للممثل اللي بتشتغل معاه. فبيبداوا يتنافسوا هما الاثنين مع بعض. وصاحبه هام بيول واللي بيكون اسمها بارك بتلاقي ان الكاتبه ارمي زي حالها، وبرضه هي كمان مش عارفه تجيب تذكره حفله بي تي اس. فبارك بتقرر تغريها بالتذكره، وعلى طول بتتصل بواحد بيجيب لها التذكره. بينما الموظف النمام بيعرف ان الكاتبه هتسافر بالقطر فبيركب معاها القطر. وفي الوقت ده بيكون تي عنده تصوير، ولما بيعرف ان هان بيول ما جاتش بيبقى هيولع من الغيظ. وبتكون هان بيول دلوقتي موجوده في الشركه مع سونج، وسونج بيحكي لها ان بعد الفضيحه اللي هي عملتها لتي من 6 سنين هو راح للمدير وقال له ان هو ما يرفضهاش، وده عشان هو كان عايز ينتقم منها ويتنمر عليها. بس هو برضه طيب وراح للمدير من كام يوم وقال له ان هو رفض يشتغل مع الكاتبه وان هي ملهاش علاقه بموضوع الرفض. بس سونج كان ذكي وراح شق تي وحط له السكريبت في كل حته، لحد ما تي شافه بالصدفه فاتصل بهام بيول وصحاها من النوم وبيقول لها انت كنت عايزاني امثل في الدراما دي ليه؟ فهام بيول قالت له ان هي كانت متحمسه تشوفه وهو بيأدي الدور ده، وبعد كده هزقته وقفلت السكه. فتي فرح وبدا يقرا في السكريبت ووافق على الدور. واول ما بارك والموظف النمام عرفوا قعدوا يصوتوا ويعيطوا، لان بارك اتذللت لحبيبها السابق علشان تجيب تذكره حفله بي تي اس، وفي الاخر الكاتبه ما خدتهاش. والموظف هو كمان بعد ما ركب وراها القطر ما قابلهاش لان هي سافرت بالطياره. وبتكون البطله اللي هتمثل مع تي في المسلسل واللي اسمها داهي من اشد المعجبين بتي، وكمان كانت بتروح تحضر حفلات وتاخد توقيع ليه. فسونج اكتشفها وخلاها تمثل، واخيرا نجحت ان هي تبقى بطله قدام تي. وبتقرر بارك ان هي لازم تكتشف موهبه جديده وتخليها تشارك في دراما الكاتبه، بس حرفيا كل الناس اللي بتشوفهم ما بيكونش عندهم بربع جنيه موهبه، لحد ما ربنا بيكرمها وبتقابل الطباخ الوسيم ده، وبتقرر ان هو اللي هيبقى الموهبه اللي هي هتكتشفها. فبتفضل وراه ومش بترضى تسيبه، وبتعرض عليه ان هو يبقى ممثل بس بيرفض. فبتجرب تغريب الفلوس بس بيرفض برضه، فبتقول له انا هخليك مشهور وهتبقى شخصيه ملهمه، بس بيرفض برضه، لحد ما القدر اخيرا بيقف في صفها وصاحب المحل بيطرده من الشغل فبيوافق يشتغل معاه. وتاني يوم هام بيول بتشوف صوره تي وهي مخبوطه وبتبقى طايره من السعاده، وبيطلع اللي خبطها هو مدير اعمال تي عشان تي بيعامله وحش وبيكشر في وشه بس بيبتسم في الصور. وهام بيقول لما بتوصل الشغل بتلاقي تي وراها وبيقعدوا يتعاركوا هما الاتنين مع بعض، وده عشان تي مفكر ان هام بيقول هي اللي بعتته لافريقيا. فهام بيقول بتقول له انت اللي رحت بمزاجك وانا ما بعتكش. فتي بيقول لها طب ما اتصلتيش بيا طول الفتره دي ليه؟ فهام بيقول بتقول له واحنا مقربين من بعض عشان اتصل بيك؟ فتي بيقول لها حتى لو كنت اتصلتي كنت هقفل في وشك السكه. فبتسيبه وتمشي، فبيسيبها ويمشي. وفي الوقت ده في حد بينزل صورتهم مع بعض على النت وبيقول ان هي حبيبته السابقه. والنمامين التلاتة بيبدأوا بقى يحللوا الموقف وبيقولوا ان هما كان عندهم حق وان هما بيتوعدوا، لان تي كان بيطاردها وكان ماشي وراها في كل حتة، وهما بس كانوا بيتظاهروا ان هما بيكرهوا بعض عشان محدش يشك فيهم. ولما هام بيول بتشوف الخبر بتتصدم وبتقعد تصوت، بس الموظفة بتقولها ان اللي نزل الصورة مسحها خلاص، بس هام بيول برضو بتقعد تشد في شعرها. وبيطلب من هام بيول وزمايلها في الشركة ان هما يملوا استبيان خاص بمستوى الاسترس، وهما بيملوا وهي بتدي مدير اعمال تي الجديد الاستبيان عشان تي يملاه، بس تي بيرفض وبيقول ان هو مش هيعمل اي حاجة هي بتطلبها منه. فهام بيقول بتفضل تزن عليه وبتتصل بيه اكتر من مرة، بس هو بيقفل في وشها سك. فهام بيقول بتتعصب منه وبتروح عشان تفك عن نفسها وتتفرج على فيلم، فبتبص بتلاقيه قاعد جنبها وهما الاتنين بيتصدموا، لان المره دي كانت صدفه ومحدش فيهم كان بيطارد التاني. وبعد ما الفيلم بيخلص بيفضلوا هما الاتنين يتعاركوا مع بعض، وده عشان تي مصر ان هان بيول هي اللي بعتته لافريقيا. فهان بيول بتاخده عند واحد كان بيشتغل معاهم في الشركه قبل كده، وبيبدا يحكي لهم اللي حصل في اليوم ده، وهو ان تي كان عنده مؤتمر صحفي، وبعد ما خلص لقى الممثل المنافس ليه بيقول ان هو عايز يسافر يساعد الناس في افريقيا،
فبيفتكر تاي صاحبه المتوفي يون لما قال له ان حلم حياته ان هو يسافر يساعد الناس اللي في افريقيا، وقال له كمان ان هو هياخده معاه. فتاي سال هام بيول عن رايها في موضوع السفر لافريقيا، وهي قعدت تتريق عليه وتقول له ان هو فرفور ومش هيستحمل. فتاي اتعصب وفتح الباب وقال ان هو هيسافر لافريقيا، وعشان حظه عسل الصحفيين كلهم كان ورا الباب، فتدبس ان هو يسافر لافريقيا. ومن ساعتها بقى وهو مفكر ان هام بيول هي السبب، وعشان كده بيقرفها في عيشتها. وفي مره تاي كان بيدور على حاجه على النت، فبيلاقي ان ممثله مشهوره انفصلت عن جوزها الفرنسي وهترجع كوريا الجنوبيه. فتاي بيبدا يفتكر ذكريات ليه مع الممثله دي، وبيبدا يحس بالتعب والارهاق. بس اول ما هان بيول بتكلمه صحته بترجع في ثانيه كده، وبيقعد يزعق لها، وهان بيول بتفضل تطلب منه ان هو يملى الاستبيان الخاص بالاسترس، فهو بيرفض. فهان بيول بتقوله انت خايف لحسن اجيب اعلى منك، فهو بيقول لها لا انا اللي هجيب اعلى منك. فبيتفقوا ان هما هيتراهنوا، ولو هان بيول كسب تاي هيعمل كل اللي هي عايزاه، ولو تاي كسب هياخد من هان بيول قبض الثلاث شهور الجايين. وفي تاني يوم هان بيول بتلاقي تاي ملا الاستبيان وطلع مستوى الاسترس عنده 100%، فهي بتفكر ان هو بيهزر وعمل كده علشان يكسبها. فلما بتبصله بتلاقيه تعبان ومرهق وكان هيقع، فعلى طول بتجري عليه بس بتتكعبل وبتزحلق، وفي الاخر بتمسك في رجله، وبيبقى منظرها مسخره. والفيديو ده بينتشر على النت، وتاي بيقعد يتفرج عليه يجي 100 مره وبيقعد يضحك عليها. وهان بيول بتبقى متعصبه وعايزه تولع في نفسها من الغيظ، وبيبدا تاي يتريق عليها وبيعمل وضعيتها وهو بتصور، وهي طبعا بتبقى هتولع من الغيظ. وتاي بيدي لهام بيول نتيجة الاستبيان وبيقولها ان هو اللي كسب، فبتقوله ان مستحيل حد يجيب 100% وانه اكيد زور النتيجة، فهو بيقولها مهما عملتي هاخد مرتبك برضو. فهي بتقوله اللي انا بكسبه في سنة انت بتكسبه في ساعة، وبتضربه وبتطلع تجري. وهان بيول بتقول لسونج ان هو ياخد تاي للدكتور عشان يشوف موضوع الاسترس اللي عنده، وكمان بتقول له ان هي عرفت بموضوع طلاق الممثله المشهوره ورجوعها لكوريا، فهي قلقت على تاي، بس لما كلمته لقيت ان صوته طبيعي. فسونج بيقول لها ان تاي ممكن يكون كويس لان السيده كون رجعت تعتني بيه تاني، وبتكون السيده كون دي مدبره المنزل بتاع تاي، وبتكون ست محترمه جدا، بس عيبها الوحيد ان هي ما بقتش تعرف تظبط التوابل، فاكلها بقى مملح بطريقه فظيعه. وبينجح سونج ان هو يخلي الممثل اللي معاه واللي اسمه جاي ياخد دور في دراما الكاتبه، بينما الموظف النمام بيكتشف موهبه جديده وبيكون اسمها يونا، وبتنجح ان هي تاخد دور في دراما الكاتبه. وبيبدا تصوير المسلسل، وبتكون كل مشاهد جاي مع يونا، وحرفيا هما الاثنين مش بيبقى في اي كيمستري ما بينهم، ودايما بيتخانقوا زي تاي وهام بيول بالظبط. وتاي هو كمان بيكون موجود في موقع التصوير، بس بيبقى هيولع من الغيظ لان مدير اعماله بيوزع مشروبات عليها صورة ممثل تاني، وكمان بيشوفه وهو بينشر ملابسه الداخليه في الشارع. فتاي ما بيقدرش يمسك نفسه وبيهزقه وبيمسح بكرامته الارض، وصراحه وعنده حق. وتاي بيتصل بسونج وبيقوله على المصايب اللي مدير اعماله بيعملها، فسونج بيتصل بهام بيول وبيحكي لها على كل حاجه، وبيطلب منها ان هي تساعده عشان يسترد سمعه تاي اللي بقت في الارض. فهي بتاخد زمايلها وبيقتحموا السوبر ماركت وبيشتروا اكل وشرب كتير، وكل المنتجات بيكون عليها صوره تاي، وبياخدوهم وبيطلعوا على موقع التصوير. وتاي اول ما بيشوف هام بيول بيتصدم، وهم بيقولوا زميلتها بيوزعوا الحاجات اللي اشتروها على طاقم التصوير وبيقدروا ان هم يستردوا سمعة تاي. وكمان هم بيقول بتبعت لتاي الاكل اللي بيحبه، فتاي بيروح يقف معاها في عربية القهوة، وبدل ما يبقى الجو لطيف ورومانسي كالعادة بيفضلوا يتخانقوا ويشتموا في بعض. وفجأة راجل كبير بيغمى عليه، وبيقدر جونج مدير اعمال تاي ان هو يساعده وبيفوقه وبيطلب له الاسعاف. والموضوع بينتشر على النت، والناس كلها بتقول ان تاي ومساعده انقذوا الراجل العجوز، وبكده سمعة تاي بتتحسن اكتر واكتر، فبيتصالح هو ومساعده. وبتوصل الممثلة لكوريا الجنوبية، وبيروح سونج يقابلها، بس لحد دلوقتي ما نعرفش مين الممثلة دي وايه علاقتها بتاي. وكأي مسلسل كوري لازم يكون عندنا بطل تاني ينافس البطل الاول على قلب البطلة، وبيكون البطل التاني ده هو المحامي القمر اللي بيشتغل مع البطلة في نفس الشركة، وبيكون اسمه دو. وطبعا هو بيكون معجب بالبطلة وواقع في حبها، بس هي مش ملاحظة اي حاجة. والمحامي بيسمع النمامين التلاتة وهما بيقولوا ان تاي ممكن يكون بيواعد هام بيول، وهام بيول بتلاقي مرتب الشهر نزل، وان تاي كان طيب ومرضاش ياخد منها الفلوس. والمحامي بيسأل هام بيول اذا كانت بتواعد تاي، فهي بتقوله لا طبعا انت بتخرف، فهو بيقولها ايه رايك اعرفك على محامي كويس اللي هو انا، فهي بتبتسم ابتسامة بلهاء، وتاي بيكون واقف هيولع من الغيظ، فبيروح لها وبيحط ايده على كتفها وكمان بيقرب منها، وبيقول لها على فكرة لو ما جيتش التصوير بتاعي انا هاخد مرتبك من اول الشهر الجاي. فهام بيول بتبقى مش طايقه ونفسها تولع فيه،
بس بتضطر تروح موقع التصوير. وبيبدأ تصوير أول مشهد في المسلسل وبيلاحظ تين هان بيول مش مركزة معاه وبتتكلم في التليفون، فبيمثل بعدها مشهد أكشن بس هي برضو ما بتتأثرش وبتفضل قاعدة على اللابتوب، وبيمثل بعدها مشهد حزين تقشعر له الأبدان بس هي برضو ما بتتأثرش وبتفضل تتكلم في التليفون. فتي بيقول لها انت وجودك زي عدمك يلا روحي، وهي ما بتصدق وبتمشي. وتي بيقرر ان هو ينتهي منها بس ما بيلحقش يا عيني لان في شائعات بتطلع عليه بتقول ان شعره ريحته وحشه، فبيفضل يشم في شعره ويستحمى كل شويه ويغير نوع الشامبو ويسشور شعره لحد ما قرب يجيله الوسواس القهري. وتي بيكلف جونج بمهمه وبيقوله ان هو يجمع له معلومات عن المحامي، فجونج بيتعاون مع النمامين الثلاثه واحده منهم بتكتب له كل المعلومات اللي هو محتاجها، وبيطلع المحامي ده شخص مثالي جدا ومحبوب بين الموظفين ووسيم وغني جدا، يعني من الاخر ما يترفضش. واللي ما يترفضش ده بقى بيطلع جار تي الجديد وشوقهم هما الاتنين في وش بعض. وبتروح هان بيول تقدم محاضرة في الجامعة بتاعتها وبتبدأ تسترجع ذكرياتها لما كانت طالبة وكل الطلبة تنمروا عليها لان طلع عليها اشاعة ان هي بتوعد تي، بس هما الاتنين اصلا ما كانوش بيتقوا بعض، وبيكون سبب الاشاعة دي ان هما طلعوا مع بعض في البوستر الاعلاني للجامعة. ولما هان بيول بتخلص المحاضرة رئيسة الجامعة بتديها كتاب من الكتب اللي كانت هي وتي على البوستر بتاعها، فهان بيول بتصدم ورئيسة الجامعة بتستغرب لان هي كانت مفكرة ان هي وتي بيتوعدوا، وده عشان زمان بعد ما هم صوروا الاعلان تي طلب منها تشيل اي حاجة خاصة بالاعلان ده في مقابل ان هو هيدفع لها التعويضات المالية اللي هي عايزاها، وكمان هيبقى الوجه الاعلامي للجامعة على طول، وهو عمل كل ده علشان يحمي هان بيول من التنمر. فهان بيول بتقول لصاحبتها الصحفية ان هي تعرف واحد ما بيحبش الا نفسه بس بيهتم بيها، فالصحفية بتقول لها اكيد معجب بيكي، بس هان بيول ما بتصدقش. ولما بتقابل تي في الشركه بتقوله ان هو يبطل يغسل شعره لان ريحه شعره كويسه، وبتعرفه ان هي تتخلص له من الشائعات دي كلها، وكمان بتشكره على موضوع البوستر الاعلاني. وبيطلب من تي ان هو يجاوب على شويه اسئله عشان هيبعتهم لمجله مشهوره، بس هو ما بيجاوبش على حاجه وبيخلي هان بيول تجاوب على كل الاسئله، بس في اسئله هي ما بتعرفش تجاوب عليها ومن ضمنها سؤال مهم واللي هو ايه كانت اكتر لحظه دراميه ومؤثره في حياته، فهي بتفضل تقوله على شويه حاجات يعني مثلا لما اتخرج من الجامعه، لما راح افريقيا، لما اول فيلم ليه نجح، فهو بيقول لها ان هي كانت معاه في كل اللحظات دي وان هي كانت جزء منها، وبينام على كتفها وبيطلب منها ان هي تفضل جنبه، بس هي بتزقه من على كتفها وبتسيبه وتمشي. وعلى جانب اخر بيبدا المحامي ان هو يقرب من هان بيول وبيقول لها ان للاسف هو وتي طلعوا جيران، وبيعرفها ان قريب هيعمل لها حفله ترحيب هي والفريق بتاعها عنده في الشقه، وهي بتوافق. فلما المحامي بيروح وبيركب الاسانسير مع تي بيساله اذا كان مقرب من هان بيول، وتي بيقول ان هما مقربين جدا، فالمحامي بيغيظه وبيقول له ان هو كان معاها من شويه، وتي بيتعصب وبيكون مش طايق نفسه وبيقعد يفكر هما كانوا بيعملوا ايه مع بعض، وبيفضل يفكر طول الليل وبيقول مستحيل تكون في حاجه ما بينهم واكيد هما كانوا بيشتغلوا، بس برضه ما بيعرفش ينام طول الليل فبيقرفها هي كمان وبيقعد يبعت لها رسائل فهي بتقراها وما بتردش عليه. بس لما بتطلع عليه شائعه ان هو وده بيتوعدوا، هان بيول بتتصل بيه على طول وبتساله اذا كان الكلام ده حقيقي، فتي بيقول لها ان هو مش بيوعد دهي، فهي بتقول له ماشي وبتقفل في وشه السكه، وبكل هدوء بتقدر ان هي تنفي الشائعه دي وتثبت ان هما مش بيتوعدوا. فالنمامين الثلاثه بيقولوا مستحيل ان هان بيول وتي يكونوا بيتوعدوا، لان لو كانوا بيتوعدوا كان زمان هان بيول اتأثرت، شتمت تي، عيطت، عملت اي حاجه، بس دي ما اتأثرتش خالص ودارت على الموضوع بكل هدوء. وتي بينتقم من هان بيول علشان قفلت في وشه السكه فبيفضل يضايقها، بس بيلاقي نفسه بيفكر فيها على طول ومش عارف ينام الليل بسببها، فبيتاكد اخيرا ان هو وقع في حبها. وعلى جانب اخر الصحفيه بتكون بتراقب ممثله علشان تحصل على سبق صحفي، وسبحان الله بتقابل الصحفي حبيبها السابق في نفس المكان وهو كمان كان جاي عشان يراقب الممثله، فبيبداوا يتعاونوا مع بعض هما الاثنين وبيقدروا ياخدوا صور للممثله مع حبيبها السري. وخلاص بيجي وقت كتابه التقرير فهو بيقول لها اكتبي انت الاول، فهي بتقول له اكتبوا انت الاول، وبيفضلوا يتعازموا على بعض لحد ما الصحفيه هي اللي بتكتبه الاول، بس حبيبها بيطلع واطي وبيقفل لها اللابتوب فهي كمان بتقفل له اللابتوب، وبيفضلوا هما الاثنين يتعاركوا مع بعض لحد ما لو ان الخبر انتشر خلاص. وبتتعرض الحلقه الاولى من مسلسل تي وكل الناس اللي معاه في الشركه بينبهروا بادائه وتمثيله الا هان بيول، هي الوحيده اللي ما بتنطقش، فتي بيروح وراها وبيسالها عن رايها في الحلقه، فهي بتقول له ان الحلقه كانت كويسه وعجبت الصحفيين، فبيسالها عن رايها في ادائه فهي بتقول له انت عايزني اجاملك صح، طيب يا سيدي انت ملك التمثيل واحسن واحد في العالم كله، ارتحت كده؟ فتي بيقول لها انا غلطان اللي سالتك، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم تي بياخد اجازه وبيروح في مشوار من غير ما ياخد السواق معاه، فالنمامين الثلاثه بيلاقوا ان هان
بيقول هي كمان اخدت اجازة، فبيقولوا بس يبقى خرجوا مع بعض. وفعلا هما الاتنين بيكونوا رايحين نفس المكان، بس كل واحد فيهم بيجي لوحده، وبيكون النهاردة يوم مميز بالنسبة لهم لانه عيد ميلاد صاحبهم المتوفي، فهم بيجوا يزوروه، وبيظهر ان في واحد تالت بيراقبهم من بعيد وهو كمان بيجي يزوره. وفي التصوير بقى بتفضل يونا وجي يتعاركوا مع بعض ويهزقوا بعض ويمسحوا بكرامة بعض الارض، بينما بارك بتنجح ان هي تاخد دور للطباخ في دراما الكاتبة. فالمخرج بيسألها على اسم الشهرة الجديد بتاع الطباخ، فهي بتسميه سونج على اسم صاحب تي. وبالرغم ان مشاهد الطباخ بتكون قليلة، الا ان هو بينجح وبيتصدر عناوين الصحف، فالمدير بيكون فرحان بيه. وبيرجع تي لموقع التصوير ولسه بيبص على صورة هام بيول، فبيلاقيها قدامه فبيتخض وبيفضل يشاور لها، بس هي ما بتكونش شايفاه. ولما تي بيبص لها بيلاقيها بتحضن جاي وسايبه سونج يحط ايده على كتفها، فبيغير وما بيقدرش يستحمل حد يقرب منها وبيبعد سونج عنها. ولما تي بيرجع البيت بتوصل له هدايا من افريقيا، ولوكا بيكون بعت له رسمه ليهم هما الاثنين مع بعض وكاتب عليها ان هو بابا، وده عشان لوكا اصلا بابا متوفي، فتي قرر يتبناه ويصرف عليه. والخدامه بتدي لتي ظرف احمر وبتقول له ان هي لقيته على الباب، فتي بيبان عليه الخوف، فالخدامه بتنبسط. وبعدها بنشوف الخدامه وهي لابسه لبس غالي جدا وراحت تشتري ساعه غاليه جدا، والممثله بتشوفها وهي بتضرب في المدير وبتهزقه. وبيقرر تي اخيرا ان هو هيعترف بمشاعره لهامبيول، وبيعرف جونج ان هو بيحب هامبيول، فجونج بيشجعه وبيتفق معاه ان هو هيساعده. وبيبدا تي يدور على النت على طرق للاعتراف بالمشاعر، واول حاجه بتطلع له ان هو يربط لها الكوتشي، بس هي حرفيا بيكون معظم لبسها جزم وشباشب، لحد ما اخيرا بيجي اليوم اللي بتلبس فيه كوتشي. فتي بيخلي جونج يغفلها ويفكلها الرباط، وبيروح هو علشان يربطه لها، بس هي بتفكره هيعمل فيها مقلب فبتشتمه وبتسيبه وتمشي. وبيدور تاني على النت فبيطلع له ان هو يديها قهوة، بس هي بتفكره بيعمل فيها مقلب وحتطلعها حاجة في القهوة فما بترضاش تشربها، فبيحط لها قطرة في عينيه وبيفضل يسبل لها، بس هي ما بتتأثرش وبتسيبه وتمشي. وتي بيبقى عايز يولع في نفسه من الغيظ. وعلى جانب اخر بيكون بارك بتشتغل لوقت متأخر، فسونج بيروح لها وبيشجعها وبيحط ايده على شعرها فهي بتفرح، فهم بيقول بتقفشها وبتقعد تقررها لحد ما بارك بتعترف لها ان هي معجبة بسونج. وبيروح الطباخ علشان يشتري حاجة من السوبر ماركت، والموظفة بتكون معجبة بيه فبتتصور معاه، والستات الكبار دول كمان بيكونوا معجبين بيه وبيخلوه يشرب معاهم بالغصب، فهو بيسكر وبيفضل ينظف في الشارع وينظم في الحاجات، لحد ما بيوصل لجنينة فبيقلع هدومه وبيقعد يعمل تمارين، لان هو كده مفكر ان هو وصل البيت خلاص. لا، وكمان بينام وهو مستريح وما يعرفش ان هو خلاص اتفضح، وصوره وفيديوهاته كلها بقت على النت. فبتفضل هام بيقول سهرانة طول الليل هي وفريقها، واخيرا بيقدروا ان هم يغطوا على الموضوع. وكمان الطباخ بيكون حظ نار، لان في شركة ملابس داخلية بتوقع معاه وهتخليه يطلع في الاعلانات بتاعتها. وعلى جانب اخر تي ما بيفقدش الامل وبيقرر يعترف لهام بيول بمشاعره، وبيطلع ان هو امبارح كتب لها رسالة عن اول مرة هما اتقابلوا فيها، واللي كانت في السينما لما هو كان بيتفرج على فيلم للممثلة وكان بيعيط، وهي كمان كانت بتعيط، بس مش عشان الفيلم ده، عشان هي ما نجحتش في اختبار الجامعة وهترجع تعيده تاني. فهو راح دلوقتي علشان يديها الجواب، فسمحها وهي بتقول ان اكتر حاجة بتكرهها هي الجوابات، فقام جاي مقطع الجواب. وبيقعد يدور على طريقة تانية للاعتراف، فبيتجه للمسلسلات، فبيجرب مسلسل الاطباء وفتيان قبل الظهور واحفاد الشمس وبين عالمين، بس مفيش حاجة بتنفع معاه. فجونج بيزهق وبيقول لتي ان هو هيمشي، لان المحامي عامل حفلة ترحيب في بيته وعزمه هو وفريق العلاقات العامة. فتي بيتضايق وبيقول عاملين حفلة وما عزمونيش، لا انا كرامتي ما تسمحليش ان انا اروح. بعدها بدقيقتين بالله بيقتحم عليهم الحفلة وبيقعد ياكل معاهم. وهم بيقول هي كمان بتوصل الحفلة، والمحامي بيستغل الفرصة وبيعترف لها ان هو معجب بيها وواقع في حبها. فهي بتروح تحكي لصاحبتها وهما بيفرحوا، وبيقول لها يا بنتي ده راجل مثالي وما يترفضش، وافقي عليه. وعلى جانب اخر سونج بيعرف ان تي بيحب هم بيقول، فبيقول ان هو يعترف لها بسرعة لان المحامي لسه معترف لها من شوية. وسونج بيطلع جدع وبيبعت له هم بيقول عشان توصله السكريبت. فتي بيستغل الفرصة وبيستجمع شجاعته وبيقول لها ان هو بيحبها، فهم بيقول بتصوت وبتسيبه وتطلع تجري. وبعدها بشوية بنلاقي الباب بيخبط، فتي بيفكرها هم بيقول، بس لما بيفتح بتطلع الممثله اللي بتحضنه وبتقوله ان هو حشه، بس هو بيقفل الباب في وشها. والصراحه هو بيكون عنده حق، لان الممثله دي بتطلع امه اللي اهملته وهو صغير عشان تحافظ على شهرتها، ولما ابوه عمل حادثه هو اتصل بيها بس هي ما جاتش، وكمان ما حضرتش العزاء وراحت مهرجان علشان تتكرم وتاخد جايزة. وعشان كده هو كان بيعيط لما اتفرج على الفيلم بتاعها في اليوم اللي قابل فيه هام بيول. وبيطلع ان تي وقع في حب هام بيول من اول نظرة، وفرح لما لقاها اتقابلت معاه في الجامعة، وبتطلع هام بيول هي كمان وقعت في حب تي من اول نظرة،
واتفاجئت لما لقيت القدر بيربطها بيه، وبقوا مع بعض في نفس الجامعة وفي نفس القسم وفي نفس مشروع التخرج، وكمان اشتغلوا مع بعض في نفس الشركة، وكل حاجة كانت تمام لحد ما تي طلع عليه شائعة ان هو بيوعد ممثلة. فهي اتصلت بيه وقالت له اكيد الكلام ده مش صح، بس هو قال لها ان هو بيوعد الممثلة. فهي كتبت تقرير عن علاقته هو والممثلة واعلنت ان هما بيتواعدوا، وبعدها قعدت تعيط، ومن ساعتها وهي مش بتطيقه، لدرجة ان هي دلوقتي مش مصدقة ان هو اعترف لها بحبه، ومفكرة ان هو عمل كده علشان يعصبها ويتعاركوا مع بعض. تفضل هم بيقول مش مصدقه ان هي كانت سنجل بائسه، ودلوقتي في اتنين بيجروا وراها، وكل لما تفتكر ان المحامي وتي اعترفوا لها في نفس اليوم بتقعد تلطم وتشد في شعرها، وبتبدا تهرب منهم هما الاتنين وتتسحب وهي داخله الشركه. بس على مين؟ المحامي بيقفشها ولكنه بيتكلم معاها عادي عشان يحسسها بالراحه. ولما تي بيشوفهم واقفين بيضحكوا ويهزروا مع بعض بيبقى هيولع من الغيظ، وبيحكي لجونج ان هو اعترف لها بس هي صوتت في وشه. فجونج بيفكر ان تي عمل حاجه او حاجتين في الماضي مضايقين هم بيقول منه، فتي بيلاقي ان هو ضايقها يجي 500 مره، وده لوحده بيكفي ان هي تكرهه مدى الحياه. فجونج بيوسيه وبيقول ان هو هيحاول يلاقي حاجه مشتركه ما بينه وما بين هام بيول، وبيقول له على كل الاكل اللي هي بتحبه، بس ده بيطلع اكتر اكل تي بيكرهه. وعلى جانب اخر بارك بتعترف للصحفيه ان هي معجبه بسونج لانه مجتهد في شغله ومحترم وطيب، وقبل كده كانت ايديها متعوره وهو عالجها لها، بالرغم ان هي بقالها كذا سنه بتحبه ودايبه في دباديبه، الا ان هي خايفه تعترف له بحبها. وتاني يوم في التصوير بيطلب من جين هو يبوس يونا، وهو اصلا مش طايقها ولا هي طايقاه، بس غصب عنهم بيضطروا ان هم يمثلوا المشهد، وبيكونوا هما الاتنين معروفين من بعض. بس جي بيبوسها، واول ما بيخلصوا المشهد بيبعدوهم عن بعض لحسن يتخانقوا. وتي هو كمان بيصور وبيطلب منه ان هو يبوس داهي وهو بيبوسها، وبعدها بيروح يقول لهم بيقول ان المشهد ده كان تمثيل، فهي بتقول له انا مالي وبتسيبه وتمشي، فهو بيروح وراها. وبعد كده هم بيقول بتشوف تي وهو واقف مع الممثله اللي كانت حبيبته السابقه، بس هو اصلا ما بيكونش فاكر ان هما كانوا بيتواعدوا، بس هي بتفكره وبتقول له ان هو اللي اعلن ان هما كانوا بيتواعدوا. فتي بيفتكر المصيبه اللي هو عملها زمان، وبيقول لجونج ان هو ما كانش بيوعد الممثله في الحقيقه، بس هو اعلن ان هما بيتواعدوا عشان يغيظ الممثل المنافس ليه، بس هو ما كانش مدرك بان اللي هو عمله ده ضيع هم بيقول من ايديه. فبيقرر يتصل بيها علشان يوضح لها الموضوع، بس هي بتقفل في وشه السكه وبتقوله ان هي لما تخلص الاجتماع هتكلمه، وبيفضل مستنيها طول اليوم ان هي تكلمه بس هي مش بتعبره. فلما تي بيقابل المحامي على السلم بيفضل يغلس عليه، فالمحامي بيضايقه وبيتصل بهم بيقول وبيعزمها على العشاء، فتي بيبقى هيولع من الغيظ. والمحامي بيبعت لهم بيقول رساله بالميعاد والمكان اللي هما هيتقابلوا فيه، وتي هو كمان بيبعت لها رساله وبيقول لها ان هو مستنيها. فهم بيقول بتتاكد ان هي لسه بتحب تي وبتروح عشان تقابله، بس بتلاقي المعجبين محاوطينه من كل حته، فبتتصل بسونج وبتخليه يجي ياخده. وعلى جانب اخر بيبدا الطباخ يستعد علشان يصور الاعلانات، وبتفضل بارك جنبه وبتدعمه سواء في التصوير او بعد ما الاعلان بيتعرض. فالطباخ بيحس ان في حاجه غريبه بتحصل، لان هو كل ما يشوفها ضربات قلبه بتبقى سريعه. فالطباخ بيحكي لجي، وجي كان لسه هيقول انت شكلك وقعت في الحب، بس بيرجع في كلامه لما بيفتكر ان هو بعد ما عمل مشهد الكوبلة مع يونا حس برضه ان ضربات قلبه سريعه، فعلى طول بيقول للطباخ ان ده مجرد عدم التزام في ضربات القلب، وان هو لو خد دواء هيبقى كويس. بس في تاني يوم بيشوف سونج وهو واقف مع بارك، وبارك هي كمان بتحط ايدها على قلبها، فبيروح يقول لها ان هي عندها عدم انتظام في ضربات القلب، وان هي لو خدت دواء هتبقى زي الفل. وعلى جانب اخر جي ويونا بيصوروا اعلان مع بعض، وبيعدوا يجي 5 مرات لان هم كل شويه بيفتكروا مشهد الكوبله فما بيعرفوش يركزوا. فالمخرج لما بيزق منهم بيديهم استراحه، ويونا بتروح ورا جي وبتقول له بص احنا بنحب بعض ويلا بينا نتواعد، وهو بيوافق، وكانوا لسه هيتقفشوا بس على طول شدوا في شعور بعض، فمحدش شك في حاجه، وبيبداوا يتظاهروا قدامهم ان هم بيتجاهلوا بعض وان هم مش طايقين بعض، بس هم اصلا بيكونوا مقضينها رسائل كلها حب ورومانسيه ولا كانهم ما صدقوا. وعلى جانب اخر المحامي بيخرج مع هام بيول وبيجيب لها من كل ما لذ وطاب، بس هام بيول كانت لسه هترفضه، فهو بيقول لها انا راجل غني ووسيم ومثالي ففكري كويس قبل ما ترفضيني. وفي نفس الوقت بيفضل تي يحاول مع هام بيول وبيبعت لها تذكره علشان يتقابلوا في السينما، فهي ما بتجيش. فلما بيروح بيبعت لها رساله، فبيلاقيها بتقول له افتح لي انا قدام الباب، وهام بيول بتساله هو ليه كل شويه بيبعت لها رسائل، فتي بيقول لها ان هو بيحبها، فهي بتقول له بتحبني قد ايه، فتي بيقول لها فيما معناه انا هفضل احبك حتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم، فهي بتنخ وبتقول له ان هي كمان بتحبه، بيبداوا يتواعدوا، ولقد هرمنا من اجل هذه اللحظه والله. وقبل كده هام بيقول ما كانتش بتطيق صور تي، بس دلوقتي بقت تمشي تسلم عليه في كل حته، سبحان مغير الاحوال. المهم هام بيقول بترفض المحامي، فالمحامي بيقول لها ان هو هيحاول يتخطى مشاعره وبيطلب منها ان هي ترجع تعامله زي الاول وهي بتوافق، فالمحامي بيقول لها انا مش عارف ايه اللي عاجبك في تي ده، على فكره انا احلى منه بكتير، ترى يا اخي انتوا الاتنين امامير الصراحه. وتي وهام بيقول زي اي اتنين حبيبه بيبداوا يكلموا بعض طول الليل، وهام بيقول بتقول لتي ان هي رفضت المحامي، وتي بيقول لها ان هو ما خرجش مع الممثله خالص وان هو عمره ما حبها،
وده عشان هي الوحيدة اللي في قلبه، وبيستمر الوضع على ما هو عليه، ومكالمات بالليل ومكالمات بالنهار، واقفل انت الاول لا اقفل انت الاول، ويتصور ويبعت لها صور، وهي كمان تتصور وتبعت له صور. طب ما انت هو بتحبوا بعض ودايبين في بعض، امال نفخنا طول الحلقات اللي فاتت ليه؟ وبيسيب التصوير وبيجي لها مخصوص علشان يشوفها لان هي وحشته، وبيجيب لها هديه سلسله غاليه وبيلبسها لها، وكل حاجه بتبقى زي الفل لحد ما تاني يوم بيجي وبيتعرف ان تي بيوعد. بس يا ريت يتعرف ان هو بيوعد هام بيقول لا، ده بتطلع عليه اشاعه ان هو والمحامي بيتوعدوا. فالكل بيبدا يبص للمحامي، فالمحامي بيقول لهم ايه يا جماعه انتوا مفكرين ايه، انا راجل محترم. وام تي بتروح تقابله وبتدخل البيت غصب عنه، فهو بيزعلها وبيقول لها ان هي ملهاش اي حق ان هي تشوفه لان هي ما قدمتلوش اي حاجه كأم. والخدامه بتدخل في اللحظه دي بس ما بتكونش سمعت حاجه، بس ام تي بتفتكر ان هي شافتها في المحل وهي لابسه لبس غالي وبتضرب المدير، فبتقوم جايبها من شعرها. بس تي بيتدخل في الوقت المناسب وبيفصل ما بينهم، والخدامه بتشوف السلسله اللي هام بيقول لابساها، فبتفتكر ان هي شافتها عند تي في الاوضه، وبكده بتعرف ان هام بيقول وتي بيتوعدوا. وبتفضل هام بيقول موجوده جنب تي وماسكه فيه ومش عايزه تسيبه، وبتحاول تواسيه على قد ما تقدر. وام تي بتحكي لسونج على الموقف اللي حصل ما بينها هي والخدامه في محل الساعات، وبتاكد له ان الست دي وراها حاجه مريبه. فسونج بيفتكر ان تي قال له ان الخدامه بتحط ملح كتير في الاكل، وبيبدا سونج يحقق في الموضوع وشكله هيوصل للحقيقه. وعلى جانب اخر بيتحول المحامي من شخص عادي للترند رقم واحد في البلد، فالصحفيه بتروح تعمل معاه مقابله، وبيلاحظوا هما الاثنين ان في حاجات مشتركه ما بينهم، من ضمنها الدقه والالتزام بالمواعيد. والصحفيه بتاكد له ان هي هتكتب مقال كويس وهتثبت للناس ان مفيش حاجه ما بينه هو وتي، وفعلا المقال بتاعها بيتنشر وبينجح جدا، وبتقدر ان هي تنفي الشائعات اللي ما بينه وما بين تي. فالمحامي بيشكرها وبيقول لها ان لو هي احتاجته في قضيه هو هيعمل لها خصم 50%. ومدير الصحفيه بيقول لها ان في ممثله مشهوره هترتبط بدكتور، فالصحفيه كانت لسه هتتاكد من الخبر، بس المدير بيقول لها انت مش واثقه فيا ولا ايه، فبتنشر الخبر. بس يا ريتها ما نشرته لان الخبر طلع مش حقيقي، وهي قاعده بتلطم وتشد شعرها دلوقتي، وده عشان الممثله رفعت عليها قضية. فهي بتروح للمحامي علشان خصم 50%، فهو بيقدر يحل لها الموضوع بكل سهولة لان اللي هيتجوز الممثلة هو اخوه. فالمحامي بيخليه يتنازل عن القضية، وهي بتعرض على اخوه ان هي تصحح الموضوع وتنشر مقال عنه هو والممثله، وتقول ان هما هيتجوزوا قريب. فهو بيوافق بشرط ان هي تكتب ان الممثله هتتجوز مدعي عام قمر ووسيم مش دكتور، فالصحفيه بتوافق وبتقول انا هكتب كل اللي انت عايزه. وبالصدفه تي والمحامي بيتقابلوا على السلم، فالمحامي بيقول له ايه ده حبيبي، فتي بيقول له لا ده انت اللي حبيبي، وكل واحد فيهم بيقعد يجز على اسنانه ما بيكونش طايق التاني. فالمحامي بيقول له بعد كده انا هركب الاسانسير وانت هتنزل على السلم ومش عايزين نشوف بعض تاني. وفي الوقت ده في شخص بينشر صورة تي وبيقول ان هو على علاقة غرامية بواحدة، فالخدامة بتدخل تعلق على البوست وبتقول ان هي عارفة مين الست اللي في الصورة. وبيستمر تي وهام بيقول في معادتهم، وتي بيجرب كل الاكل اللي هي بتحبه وبيبعت لها صور ليه وهو بياكله، فداهي بتستغرب لان هي عارفة ان تي بيكره كل الاكل ده. ولما بتبحث على النت بيطلع لها ان الشخص اللي بيعمل كده اكيد بيواعد، وان هو بيجرب الاكل ده عشان حبيبته، فداهي بتتصدم. وبتقدر هام بيقول ان هي توصل لانستجرام الخدامة، وبتلاقيها لابسة سلسلة شبه اللي تي جابها لها، وكاتبة عليها ان هي سلسلة عادية ومش مميزة خالص، وكمان بتبعت السلسلة هدية للنمامين التلاتة عشان تثبت لها ان السلسلة عادية وممكن اي حد يلبسها وانها مش شخص مميز. وبعدها بتروح لتي وبتقوله ان هي مش هتشتغل عنده تاني، وبتعرفه ان هو كان غلطان ان هو مرضاش يقبل الهدايا بتاعتها، بس هي خلاص بقت مميزه بالنسبه له وهيفتكرها كل ما ياكل اكل مالح. وعشان نفهم اللي بيحصل ده بنرجع بالزمن 3 سنين لورا، وبنعرف ان الخدامه مش خدامه وان هي ست غنيه جدا، ومعروف عنها ان هي بتبعت هدايا غاليه للممثلين علشان تصاحبهم. فهي بعتت هديه لتي اكتر من مره، بس هو ما كانش بيقبل هدايا من المعجبين، فالموضوع عصبها لان هي فكرت ان هو ما قبلش هديتها علشان هي مش مميزه، فراحت تشتغل عنده خدامه عملته كويس وقربت منه وخلته يثق فيها. بس بعد كده بقت تحط له ملح زياده في الاكل عشان تبقى مميزه بالنسبه له وما يقدرش ينساها. والعقربه دي كانت عامله حسابها واخده كل احتياطاتها القانونيه، فللاسف مش هيعرفوا يرفعوا عليها قضيه. وسونج بيحس بالذنب لان هو ما قدرش يحمي تي من الست دي، وبارك بتفضل جنبه بتواسيه فهو بيخبط لها على شعرها، فبارك بتقول له ما تعملش كده تاني عشان انا بحس بفراشات بتطير جوايا، وبتعترف له ان هي بتحبه وبتسيبه وتطلع تجري. وبتفضل هام بيقول موجوده جنب تي وبتحاول تواسيه بكل الطرق، بس للاسف الشخص اللي نشر صورته هو وامه على الموقع بيبعتها للصحفيين، فهما بيفكروا ان تي على علاقه غراميه بواحده وبيقابلها في شقته، ومحدش منهم بيكون عارف مين الست اللي معاه في الصوره. فهم بيقول بتقدر تغطي على الموضوع وبتقول ان الست اللي في الصوره مش صديقه مقربه من تي، وانها اقتحمت شقته وحضنته غصب عنه.
وتاي بيدخل في حالة اكتئاب بسبب الشائعات اللي عمالة تطلع عليه كل شوية، فالمدير بيجيب له الاكل اللي هو بيحبه، وسونج نفس الحكاية، حتى هان بيول هي كمان بتجيب له الاكل اللي هو بيحبه وبتفضل جنبه وبتواسيه. وعلى جانب اخر برك كل ما تشوف سونج قدامها بتفتكر ان هي اعترفت له بحبها، فبتتكسف وبتسيبه وتطلع تجري، وبتروح تعيط لاصحابها وبتقول لهم ان هي محرجة جدا لدرجة ان هي بتفكر تستقيل من الشغل، بس هما بيهدوها وبيقنعوها ان هي ما تستقلش من الشغل. وهان بيول بتقابل الخدامة وبترجع لها السلاسل اللي جابتها للنمامين التلاتة، فالخدامة بتقول لها وانتي رجعتيهم علشان هما شبه اللي معاكي، هو انتي مفكرة نفسك مميزة ولا ايه؟ ده تاي بيتسلى بيكي وبعد كده هيرميكي ومش هيعبر. فهان بيول بتقول لها ان هي انسانة مش طبيعية لانها كانت بتأكل تاي اكل مالح علشان تبقى مميزة بالنسبة له. فالخدامة بتقول لها انا مش فارق معايا، اهم حاجة ان انا بقيت مميزة عنده ومش هيقدر ينساني. وبعد المقابلة دي هان بيول بتكون متضايقة، فتاي بيخرجها وبيضحكها وهي بتحكي له على اللي حصل ما بينها هي والخدامة النهاردة، بس هو بيقول لها ان هي ما تهتمش بكلامها لانها مميزة جدا بالنسبة له، وهو حبها من اول نظرة وهيفضل يحبها على طول ومش هيتخلى عنها ابدا. والشخص اللي بعت صورة تاي وامه للصحفيين بيبعت لتاي بطاقة العمل بتاعته وبيقول له ان هو كمان شغال معاه في نفس الشركة. فتاي بيبدأ يشك في كل اللي حواليه حتى الناس اللي بتعامله كويس، لان الشخص ده قال له ان هو ما ينخدعش بالوجه اللطيف. ومن ضمن الناس اللي تاي بيشك فيهم هو المحامي، لان هو معاه بطاقه العمل ويعتبر اكتر واحد في الشركه دي مش بيطيقه. فالمحامي بيقول له انا مش بطيئك بس مش بكرهك، وبيقول له ان هو مش الشخص اللي بيعمل فيه كده. وسونج وهان بيول بيبداوا يحققوا في موضوع الشخص اللي بيهاجم تاي، وسونج بيبدا يربط الخيوط ببعضها وبيكتشف ان الشخص ده هو مدير اعمال تاي السابق. وفعلا سونج بيكون عنده حق، والولد ده بيبعت لتاي صوره لسونج وهو جايب امه من المطار، فتاي بيفكر ان سونج هو الشخص اللي بيهاجمه. والصحفيين بيعرفوا ان الممثلة هي اللي كانت مع تاي في الصورة، ولان مفيش حد عارف ان هي امه فهم بيفكروا ان هم على علاقة ببعض وان هو السبب في طلاقها. فتاي من الصدمة ما بيقدرش يستحمل وبيقع على الارض وبيغمى عليه، وفي اللحظة دي بتتدخل هان بيول وبتقدر ان هي تحميه وبتوديه المستشفى وبيغمى عليه 3 ساعات وبعد كده بيفوق. وهان بيول بتفضل جنب تاي وبتحاول تواسيه بكل الطرق، وبيقرر تاي ان هو يرجع لحياته الطبيعية ويكمل تصوير في المسلسل، بس المخرج بيلغي مشاهد التصوير الخاصة بيه. لا وكمان كان عايز يطرده من المسلسل لولا ان داهي وقفت له وقالت له ان هو لو طرد تاي هي كمان هتسيب له المسلسل، فالمخرج بيرجع عن قراره. وبتبدأ هان بيول هي وفريقها يتصدوا لكل الاشاعات اللي طلعت على تاي، بس للأسف بيفشلوا وبتفضل الاشاعات تظهر من كل حتة، والناس برضو مصممين ان تاي بيوعد الممثلة. لا وكمان بتطلع عليه شائعات ان لوكا ابنه الحقيقي وهو سافر افريقيا عشان يقابله. فهان بيول بتبدأ تحس ان الموضوع بدأ يخرج من بين ايديها، فبتروح تقابل مدير اعمال تاي السابق، وهو بيعرفها ان الناس اللي عمالين ينشروا شائعات دول كمان بيكرهوا تاي، وكمان بيعرفها ان سبب كره لتاي ان هو محضرش جنازة صاحبه اللي انتحر وراح يقابل معجبينه وكان بيبتسم عادي ولا كأن حاجة حصلت، فهو مستحملش اللي تاي عمله وعشان كده انتقم منه. فهان بيول بتقول لسونج ان مفيش حل قدامهم غير ان هم يعرفوا الناس الحقيقة ويقولوا لهم ان تاي ابن الممثلة. فسونج بيروح لتاي وبيحاول يقنعه بالموضوع وبيعرفه ان هم مضطرين يقولوا الحقيقة، بس تاي بيرفض لان الموضوع ده مؤلم بالنسبة له، وكمان بيزعق لسونج لان هو مفكر ان سونج اتخلى عنه وبقى واقف في صف امه. فسونج بيزعل وبيكتئب، وطبعا بارك هي اللي بتفضل جنبه وبتواسيه. وبتحاول هان بيول ان هي تقنع تاي ان هم لو عرفوا الناس الحقيقة هيقدروا ينقذوا مستقبله المهني، بس تاي مش بيقتنع. وهان بيول بيوصل لها معلومات من صاحبتها الصحفية وهي ان تاي ابن غير شرعي، وللأسف كمان مديرها ناوي يعلن عن الخبر. فهان بيول بتتصرف بسرعة وبتجمع الصحفيين وبتخلي الممثلة تقول لهم على الحقيقة وتعرفهم ان تاي هو ابنها وان كل الافكار القذرة اللي في دماغهم دي مش صحيحة. فسمعة تاي بتتحسن وبيكمل تصوير في المسلسل، بس طبعا ما بيكونش طايق المخرج ولكنه بيكون مبسوط من داهي عشان هي وقفت في صفه. فداهي بتقول له عيب عليك، لو ما كنتش انا اللي وثقت فيك مين اللي هيثق فيك؟ فتاي بيبدأ يعملها بطريقة غير رسمية وكأنهم صحاب يعني. فأول ما هو بيمشي ده بتقضيها رأس وغنى وبتبقى في قمة سعادتها، وتاي أخيرا بيدرك إن هان بيول عمل كل ده عشان خاطر مصلحته، فبيتصالح معاها وبعد كده بيتصالح مع سونج. وبيروح يقابل أمه اللي بتعرفه إن هي مريضة وعندها الزهايمر، وهي كانت نازلة كوريا علشان تعتذرله على كل الألم اللي هو عاش فيه بسببها، فهو بيسامحها وبيتصالحوا أخيرا. وبكده تكون أمه نجحت في مهمتها فهتسيب كوريا وهتسافر عشان تتعالج برا. ومدير الشركة بيوصلها بنفسه للمطار وبيلمح لها ان هو معجب بيها، وهي اصلا بتكون عارفة بس بتنفض له وبتسيبه وتمشي. وبنروح لتاي اللي بيجيله ظرف احمر وبيكون مكتوب فيه ان هو اللي قتل صاحبه، وبيطلع اللي بعت الظرف ده هو مدير اعمال صاحبه لانه مفكر ان تاي هو السبب في موت صاحبه. فعشان نفهم اللي بيحصل ده بنرجع بالزمن لورا وبنعرف ان تاي ويون كانوا بيعيشوا مع بعض في نفس الشقة،
وكمان بيروحوا مع بعض لنفس المدرسة، بس تي ما كانش بيطيق يون، بالرغم ان يون كان كيوت جدا ودايما بيبتسم. فتي كان مفكر ان حياته سعيدة جدا، بس بعد كده بيكتشف ان هو كمان كان بيعاني وبيشتغل بجانب الدراسة علشان يبعت فلوس لأهله. وبمرور الوقت بيبدأوا يقربوا من بعض اكتر لحد ما بيبقوا اعز اصدقاء، وبتعدي السنين وبينجحوا هما الاتنين في مجال التمثيل. بس للأسف علاقة يون بعيلته بتتعرف من الصحافة، فهم بيول بتضطر ان هي تشرح كل حاجة وبتعرف الناس عن علاقة يون بعيلته وبالطريقة اللي كانوا بيعاملوا بيها، وهي بتكون زعلانة ان هي عملت كده. بس يون بيقولها ان الموضوع مش فارق معاه، ولكنه في الحقيقة كان بيعاني لوحده من غير ما حد يلاحظ، وللأسف بينتحر. وهم بيول بتحس بالذنب لان هو بعت لها رسالة قبل ما ينتحر، بس هي كانت نايمة وما ردتش عليه. وتي هو كمان بيحس بالذنب لان هو ما حضرش جنازة صاحبه، لانه في الوقت ده كان مسافر الفلبين ومعرفش بالخبر غير وهو في الطيارة، فللأسف معرفش يرجع واضطر ان هو يكمل رحلته ويسافر الفلبين ويقابل معجبينه. وبنرجع بقى للوقت الحاضر، وبنلاقي ان تي راح لمدير اعمال صاحبه وقال له ان هو عارف كل حاجه، وان هو اللي كان بيبعت له الظرف الاحمر كل شويه. وتي بينصحه ان هو يبطل كل اللي بيعمله، وبيعرفه ان هما كلهم زعلوا على يون، وانهم لو فضلوا يعانوا ويزعلوا ده هيضايق يون اكتر، وروحه مش هتركض في سلام. فهو بيقتنع بكلام تي وبيعتذر له وبيسلم نفسه للبوليس. وعلى جانب اخر بتكون يونا وجاي بيصوروا اعلان وبيكونوا منسجمين جدا، بس برضه بيفضلوا يشدوا في شعور بعض عشان محدش يشك فيهم. فالموظف النمام بيقول لهم برافو عليكم، انا عايزكم تفضلوا تشدوا في شعور بعض احسن من انكم توعدوا بعض فتتفضحوا ومستقبلكم المهني ينهار. فجاي بيقول له عيب عليك، مستحيل حاجه من اللي في دماغك دي تحصل اصلا. فيونا بتحس ان هو جبان ومش عايز يعترف بعلاقتهم، فبتنفصل عنه وبيفضل هو يعيط وهي تعيط. وعشان تكمل الحلقة اللي بيصوروها، الشخصيات بقى اللي هما بيمثلوها بينفصلوا برضو، بس بسرعة بيرجعوا لبعض في الحلقة اللي وراها ولا كأن اي حاجة حصلت. فبيقرروا ان هما يتصالحوا ويرجعوا لبعض في الحقيقة، وبجد الكابل ده عسل. وبنروح للكابل التاني، وبنلاقي ان المحامي بقى معجب بالصحفية وبمقالات الصحفية، وبيقضوها خروجات وبيعيش معاها لحظاتها السعيدة وبيواسيها في لحظاتها الحزينة، وكل ده وهو لسه ما اعترفلهاش بمشاعره ولا هي كمان. بس المحامي ده بيكون جدع، وكل شوية بيبعت لها اخبار حصرية عن اخوه الممثلة اللي هو مرتبط بيها، فالصحفية كل مدى بتحس ان هي مشدودة ليه، بس برضو ما بتنطقش. ونروح للكابل التالت، وبنلاقي ان بارك عرفت ان سونج ساعدها زمان وخلى المدير يرقيها، فبارك عشان تشكره بتعزمه على العشاء. وسونج بيعرفها ان هو ما كانش شاطر في الشغل اول ما بدا، وان اول مقابله عمل ليه كانت مع اتنين حرفيا بيعترضوا على كل حاجه، وكانوا دايما مهزقينه ومسحين بكرامته الارض، لا وكمان في الاخر طردوه. وطبعا ممكن يبان لك ان المشهد ملوش اي لازمه، بس الناس اللي اتفرجت على السقيفه هيفهموا المخرج قصده ايه وهيعجبهم المشهد جدا. المهم بارك بتشكر سونج على مساعدته ليها، وبتقول له ان هو ينسى ان هي اعترفت له بمشاعرها، بس سونج بيقول لها ان هو مش هينسى حاجه لان هو كمان معجب بيها. وبس بقى بيبداوا يتواعدوا، بيقضوها ضحك وهزار ونظرات رومانسيه، وبجد مشاهدهم كانت من اجمل المشاهد اللي في المسلسل، والكابل كانوا عسولين قوي. وعلى جانب اخر بنلاقي ان اخيرا تي وداهي خلصوا تصوير المسلسل، فقعدوا يحتفلوا والكل كان فرحان. بس للاسف الفرحه دي مش بتدوم، لان المدير بيقول لهم بيقول ان تي بيواعد، وبيسالها اذا كانت تعرف هو بيواعد مين. فهم بيقول بتقوله بجد هو تي بيواعد فعلا؟ الصراحه انا اول مره اسمع الكلام ده، وكمان انا معرفش هو بيواعد مين لان احنا مش مقربين خالص. بعدها بثانيتين اتنين بيشوفهم وهما بيحضنوا بعض، وهو اصلا بيكون قافشهم وعارف ان هما بيتواعدوا، بس بيبين قدامهم ان هو ما يعرفش حاجة. فهم بيقول بتقول لي تي مش عايز اشوف وشك تاني في الشركة. تاني يوم على طول بتلاقيه جاي الشركة وجايب لها هدايا، وهي بتحاول تمشيه بكل الطرق، بس هو بيصمم ان هو يقدم الهدايا دي للفريق بتاعها علشان تبقى تاكل منها هي كمان. ومش بيقف لحد كده، ده بيفضل يعمل لها مشاكل في شغلها، لا وكمان بيروح للمدير وبيعرفه ان هو قرر يمثل دور مدير في مسلسله الجاي، ولذلك هو قرر يقعد في الشركة شوية وخصوصا في مكتب العلاقات العامة. وطبعا المدير بيكون قافش ان هو بيعمل كل ده علشان يفضل جنب هام بيول، فبيقول لهام بيول يلعبوا مع بعض بس من غير دوشة. فهام بيقول بتزعق لتي على اللي هو عمله، وبتقوله ان هما لازم ياخدوا بالهم كويس لحسن فريقها يعرف ان هما بيتواعدوا، وفريقها اصلا بيكونوا قفشينهم من اول حلقة، بس بيقرروا يستعبطوا ويعملوا ان هما مش عارفين. ولما تي بيبعت لها ورد بيعملوا نفسهم متفاجئين، وان هما يا سبحان الله ما يعرفوش ان تي هو اللي بعته.
فهم بيقول بتحس خلاص ان هم قربوا يتفضحوا، فبتقول له مش عايزه اشوف وشك في الشركه تاني. بس تاني يوم بيجي لها برضه، فبتخليه يشتغل معاهم بما ان هو ما بيعملش اي حاجه وملوش اي لازمه. وبمرور الوقت بيكتشف تاني ان هو ما يعرفش ان هم بيقول عندها اختين توأم اصغر منها، وان هو كمان ما يعرفش حاجات كتيره عنها، في حين ان هي بتكون عارفه كل حاجه عنه وحافظه تاريخه. فتي بيحس بتأنيب الضمير وبيبدا يجمع معلومات عنها، واول واحده بيسالها هي بارك، وبعد كده بيفضل يزن على النمامين الثلاثه لحد ما بياخد منهم كل المعلومات اللي هو عايزها. وبعدها بيروح لهام بيقوله، بيقول لها كل المعلومات اللي هو جمعها وتفاصيل هي ذات نفسها ما بتكونش عارفاها، وبيعرفها ان هو بيحبها ومهتم بيها وهيفضل جنبها على طول. وعلى جانب اخر البوليس بيقدر يمسك ادمن الصفحه اللي كانت بتنشر شائعات على تي، وبيطلع حته عيل صغير في اعدادي كان بيعمل كده علشان يتخلص من ضغط الدراسه، وطبعا المحامي هيظبطه وينفخه ويخليه يلف وراه في المحاكم. وبتتطور العلاقة ما بين المحامي والصحفية، واخيرا بيعترف لها ان هو بيحبها، وهي كمان اخيرا بتنطق وبتقوله ان هي بتحبه. فالمحامي بيفرح وبيعزمها على العشاء في بيته. وتاني يوم تي بيقفشهم مع بعض في الاسانسير، وبيتصدم لما بيعرف ان هما الاتنين بيتواعدوا وان هي كانت بايتة عنده امبارح. وعشان تكمل صور تي وهو جاي الشركة بتملى كل المواقع، والصحفيين كلهم بيقعدوا يقولوا ان هو اكيد بيواعد واحدة من الشركة. فتي بيضطر ان هو يستقر في بيته وما يجيش الشركة تاني، وبيقضيها هو وهم بيقول مكالمات بالليل وبالنهار، لحد ما في مرة بالصدفة بيكتشفوا ان جونج كان بيواعد واحدة من النمامين التلاتة وكان مخبي عليهم. وعلى جانب اخر يونا بتطلع حامل، وجاي بيقول لها ان هو هيتجوزها. ايوة يا جماعة، هما ماشيين بمبدأ كريستينا حامل وانا وكريستينا هنتجوز. ولما مديرينهم بيعرفوا بيقعدوا يتعاركوا مع بعض، فيونا بتقول لهم احنا مش جايين ناخد رأيكم، احنا خلاص قررنا ان احنا هنتجوز وحجزنا مكان الفرح كمان. وفعلا بيتجوزوا، كل الشركة بتحضر الفرح، وتي هو كمان بيستغل الفرصة دي وبيحضر الفرح علشان يقابل هام بيول. وبتعدي فترة وبيقرر تي وهام بيول ان هم يسافروا في رحلة، وتي بيكون متخفي علشان محدش يعرفه، بس حظه الاسود ان ده هي كانت موجودة في المطار ودي اصلا حافظة كل تفاصيله فبتقدر ان هي تقفشه. بس تي بيتصرف وبيخلع منها وبياخد هام بيول علشان ياكله في مطعم مش معروف. بس كوريا كلها بتكون هناك لان جاي ويونا قرروا ان هم يقضوا شهر العسل هنا، وقاعدين بياكلوا جوه في المطعم. فتي بيتصرف وبياخدها حقل زهور، بس يا عيني ما بيلحقوش لان فريق تصوير المسلسل بتاع داهي والطباخ بيوصلوا، وللاسف بيكون عندهم تصوير في نفس المكان. فتي بيحس ان محاولاته كلها بتفشل، فبيجمع الكابلز التانيين وبيحجز مطعم وبيقعدوا يتعشوا فيه. وتاني يوم بيقرر تي ان هو يفسح هام بيول، بس اول مكان بيقولها عليه الصحفيه والمحامي بيكونوا راحوا، وتاني مكان بارك وسونج بيكونوا راحوا، بينما المكان التالت بقى بيروح فيه يونا وجاي. فبيزهقوا هما الاتنين وبيروحوا يقضوا شويه وقت على الشاطئ، بس يعني ما بيلحقوش لان الصحفيين بيعرفوا ان تي بيوعد بنت غير مشهوره وانه دلوقتي مسافر معاها. فهام بيول بتجيب اخرها وبتتفق هي وتي ان هما هيعلنوا عن علاقتهم، واللي مش عاجبه يتفلق. وعشان الفرحه تكمل بنلاقي ان سونج اترقى وبقى المدير الجديد للشركة، بينما المدير القديم بيستقيل من الشغل وشكله ناوي يسافر للممثلة علشان يفضل جنبها ويوقعها في حبه. وعلى جانب اخر بنلاقي ان ده هي كمان اترقت وبقت ادمن في جروب معجبين تي، وكمان مسلسلها هي والطباخ نجح والطباخ بقى عنده معجبات كتير، ويونا وجاي هما كمان نجحوا في حياتهم وبقى يعملوا اعلانات لمنتجات الاطفال. واخيرا النهاية كانت سعيدة ومرضية للكل، وتي نجح ان هو يكون مع حبيبته هام بيول. وبس كده المسلسل خلص، وبجد كان من احلى المسلسلات اللي شفتها في حياتي، والكاست كله كان تحفة والكابلز كلهم كانوا حلوين، وبجد المسلسل هيوحشني قوي.